الحوار أريد أستثمرها بالسؤال البعض، ليس البعض وإنما أكثر من البعض بقليل، يستغربون صمت الحكومة من التوغل التركي أو الاجتياح التركي. ليس هناك موقف حكومي واضح وحازم وربما يوازي عملية الاجتياح بشكل عام؟ العلاقة مع تركيا فيما يتعلق بالشريط الحدودي غالبا ما تشوبها الكثير من التساؤلات. أكو قصف مستمر للقرى في أعالي كردستان على الحدود مع تركيا، هناك اجتياح مكرر ربما بطريقة أو بأخرى. كيف تتعامل الحكومة مع هذه القضايا؟ هل فعلا لدينا اتفاق سابق مثل ما يتحدثون في أواسط الثمانينات يسمح للقوات التركية أن تتوغل؟ أولا الحكومة بالنسبة للعمليات العسكرية اللي صارت، يعني قبل هاي العمليات بدأت منذ مدة، يعني مرات يصير تصاعد أو تجديد بالعمليات، لكن العمليات قديمة يعني، وكان لنا موقف. ثانيا مع جانب التركي هناك حالة معقدة في الواقع. حالة المعقدة أنه هناك حزب العناصر من حزب العمال الكردستاني PKK في جبال كردستان من قنديل إلى أطراف دهوك، وهذه القوات هي قوات مسلحة، وهي قوات أكثرهم من أكراد من تركيا. فمن ناحية الهجوم على جانب تركيا واستغلال الوجود في الأراضي العراقية، هذا ضد الدستور العراقي. يعني احنا عندنا مشكلة في هذا المجال. الدستور العراقي ما يسمح أي فئة أن يكون العراق منطلق أن يستغل الأراضي العراقية كمنطلق للهجوم على دول الأخرى. فعندنا مشكلة دستورية احنا مع مع قوات تواجد قواتهم. لكن الواقع أنه تواجد القوات PKK هم من 91-92 متواجدين، يعني هذا هو. هل يكفي يعني هل يكفي دكتور تواجد هذه القوات أو هذه الميليشيات؟ هل هو مبرر كافي لاجتياح الجانب التركي؟ يقول أما أنتوا تحلون هاي المشكلة أو أنا أجي أحل هاي المشكلة. هذا نقاش مستمر مع الجانب التركي. أما هل هناك اتفاقية مع الجانب التركي؟ في الواقع ليس هناك اتفاقية. كان هناك محضر اجتماع بين طارق عزيز آنذاك في الثمانينات، بداية الثمانينات، مع وزير الخارجية التركي، محضر اجتماع. هذا المحضر يشير إلى أن القوات التركية آنذاك، طبعا التهديد ما كان PKK موجود، يعني احنا نتحدث عن ما قبل، كان ضد بيشمركة حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. يعني كان الهدف من بيشمركة، لان كانوا موجودين في الجبل. فكان الحكومه العراقيه تسمح للقوات التركيه بالدخول لخمس كيلومترات، وهو ليس اتفاق، هو محاضر بعمق خمس كيلومترات، على ان تتواصل الحكومة التركية مع الحكومة العراقية قبل يومين وخمس كيلومترات وانسحاب خلال 72 ساعة. وهذا المحضر كان ممكن الاستفادة منه لسنة واحدة فقط. إذن ماكو اتفاق.